السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أتم صحة يا رب العالمين، ويا رب كده تكونوا قضيتوا عيد سعيد ويعيد علينا الأيام بخير جميعا يا رب العالمين. عايزة أقول لكم إن ده كان تالت أيام العيد، لأن أنا يعني بعد الذبحة على طول كان تاني يوم، فزي ما قلت لكم كده الفيديو اللي فات، فقلت بقى لازم أروق وأنضف شوية، لأن أنا كنت منظفة الحمد لله وكل حاجة. كان يوم الوقفة ده نظفت الصبح بس، لكن بعد كده بقى فرغت نفسي لبعد الظهر. حتى كان عندنا سباحة يوم الوقفة، بصراحة ما روحتش، حسيت انه يعني ما ينفعش بصراحة في يوم زي ده الواحد ينزل تمرين وحاجات من دي، فقضيناه في البيت وقلت للولاد معلش بقى مش هينفع النهاردة خالص ننزل في وقفة عرفات. فكان يوم فضيل اكيد ويوم مبارك، ربنا يا رب يعيده علينا بخير. فزي ما انتم شايفين كده قلت بقى ترويقات بسيطه وتنظيفات، لان انا كنت مروقه الريسبشن بس ما شلتش الفرش بتاع الكنب ولا نظفت الكنب نفسه، فشلت الفرش كله وقلت اغسله في الغساله سريعا كده وانشفه، ومش مشكله ابقى افرشه في اي وقت، المهم ان البيت نظيف. شلت كل اثار الذبح بقى والحاجات اللي جت من اللحمه والحاجات دي كلها، فالبيت الحمد لله الى حد ما زي الفل، والولاد كل يوم بيروقوا وضعهم بصراحه. فموضوع عندي بسيط، هو الريسبشن بس، والمطبخ اكيد كل يوم ايدي فيه بسبب الحاجات اللي حصلت فيه والحاجات دي. واحنا كنا مروقينه مع بعض قبل العيد عشان نفرش الفرش الجديد اللي فيه والكلام ده كله. المهم قلت انضف الكنب، هدي له بس تنظيفه من التراب، لان انا شلت الفرش منه، فاكيد اكيد في شويه فتل، في شويه تراب مش باينين، في شويه حاجات يعني من اثار ان احنا ما نظفناهوش بقى لنا فتره. فاللي انا بعمله بس ان انا بمشي عليه بالمكنسه الكهرباء بالجزء بتاع الفرشه ده، الفرشه، واشيل منه كل الاتربه والحاجات الزياده اللي فيه، بس مش اكتر من كده. حته بقى ان انا انضف في العيد او لا، بصراحه دي مش ما كانتش شغلاني قوي، لان انا كنت عارفه ان موضوع الذبح ده بيعطل الدنيا شويه، والحمد لله برضو ان الدنيا ما اتبهدلتش معايا قوي. فانا حتى ما اضطرتش اشيل السجاد زي ما قلت لكم كده بتاع السفره، حتى يعني كنت فرشه كويس ومامنه الدنيا والحمد لله. انتوا عارفين اللحمه الطازه اصلا ما بتبقاش من النوع اللي بينزل ميه ولا بينقط قصدي دم ولا الحاجات دي خالص، فبتبقى يعني اللحمه ناشفه الى حد ما، اثار بس الكياس والحاجات دي، هي دي اللي انا لميتها ولميتها في كيس كبير وخلاص اتخلصت منها، ورشينا معطرات بقى ونضفنا وروقنا وعملنا كل حاجه. فكان فاضل بس ان انا تاني يوم اصحى الصبح. بصراحه يوم الذبح ده يعني الصبح كنت مرتاحه فيه، اول ما رجعوا بقى من بره استلمت انا منهم بقى وابتديت يعني انظم واقطع وكده، هي الحاجه كانت متقطعه بس يعني اعاده تنظيم مش اكتر يعني، فانتوا فاهمين يعني الدنيا بيحصل فيها ايه وكده. فخلصت يومها قبل المغرب الحمد لله، بس بصراحه كنت تعبانه بقى يعني محتاجه اريح، غير ان انا اصلا كنت عديت بدور مرضي بصراحه قبل العيد على طول، يعني يمكن ربنا عفى عني يوم الوقفه تقريبا، والله بجد كنت تعبانه جدا جدا جدا، ومكنتش حاسه ان انا هدخل على العيد وانا لسه تعبانه ومش عارفه ايه وكده، بس الحمد لله ربنا من عليا بشفاء زي ما قلت لكم برده قبل كده. فالفتره اللي بحكي لكم عنها دي كانت حركتي فيها بطيئه جدا جدا، حتى التنظيف والحاجات اللي انا بعملها اليوميه دي وفرش المطبخ اللي انتوا شفتوه كل ده كان على يعني التصوير البطيء جدا. فقلت بقى يعني بعد ان شاء الله ربنا يشد حيلي كده هبدا ان انا ارجع انضف تاني، لان الريسبشن الحمد لله اخدته كده في لمحه سبحان الله يعني اللي اواني ان انا اعمله، بس يعني اللي انا بعمله دلوقتي بقى كان حاجه كده من على الوش يعتبر، لان انا كنت يعني خلاص منضفه، فانا بكنس بس بلم تراب بعمل تلميعات تنظيفات فينش نهائي يعني. المهم الكنب الصغنن ده كنت بصراحه عايزه انزله للمنجد قبل العيد، بس ما حالفنيش الحظ ابدا وتعبت والكلام ده كله، غير ان انا بقى لقيت المنجد مشغول ما شاء الله يعني ربنا يزيد ويبارك، فقلت لا الدنيا هتتراكم عنده والحاجه هتتزحم وممكن يطول عليا قوي على ما يرجعها لي، فقلت بعد العيد الدنيا كده هتهدى وتروق ان شاء الله ابقى انزلها على مهلي خلصها في يوم وليله كده مثلا ولا حاجه ويرجعها لي على طول. الفكره بس ان هي كنت عايزه له يعني عايزه راجل يديها وش تلميع للخشب، هو عنده نجار بيتعامل معاه، وكمان ينجد لي التنجيد نفسه، عايزاه يعلى شويه يعني هو هبط لانه بقاله كتير بصراحه ما تنجد يعني مستهلكينه. فلمعت الترابيزات بالشكل ده كده وخلاص يعني هو شويه تلميعات من علوش البوفيه والجزامه، بصراحه عزاكم اللهم اللي كانوا مليانين تراب جامد قوي، وانا بصراحه ما كنتش فايقه لهم خالص، لان كمان في حاجات كتير كانت محطوطه عليه وحاجات من دي وصواني وحاجات وبتاع، لان انا في جزء من الدرف بتاعه البوفيه مخصصاه لصواني الفرن البايركس والازاز والحاجات اللي هي بتاعه الالومنيوم وحاجات الخبز وكده، فلما بستخدمها وانشفها باجي احطها هنا على البوفيه، ووقت ما اكون فاضيه واقوم منزلاهم في مكانهم. ف
كانت الدنيا زحمة بقى عندي الفترة دي من الحاجات دي. مسك بقى كانت معايا دلوقتي في ايديا لان كانت بتزن ومش راضية تسكت مع حد خالص، فاخدتها كده وانا بلم الحاجة من مكانها، ويحدي المكان هنا تلميع. المرايات من الحاجات اللي عندي مش بحتاج ان انا بلمعها كل مرة بنظف، لان ما شاء الله يعني لما بلمعها بفوطة الازاز بتعيش كتير قوي قوي متلمعه، طالما ما حدش طبعا مد ايده عليها ببصمات ولا حاجه. فبما ان المرايه دي اصلا زي متعلقه على الحيطه فبعيده جدا عن ان حد يلمسها، والولاد عندي الحمد لله مش بيطولوا المرايه نفسها، فهي على طول نظيفه بالسبب ده، ولا عليها بصمه ولا عليها اثر لاي حاجه، عكس اي مرايات تانية في البيت بتبقى محتاجه انها تتلمع كل شويه بسبب ان الولاد طايلينها فبيمسكوها بايديهم والحاجات دي كلها فبتتاثر. فانا لمعت هنا بالجلاسي ولمعت بفوطه عاديه لان مسكه كانت في ايديا وعايزه اخلص بقى، عماله اشتغل بسرعه كده لحد ما اخلص اللي ورايا. ابقوا احكولي برضو انتوا عملتوا ايه تاني في العيد، لان مش عارفه بقى العيد ده هل في حد نزل هل حد ما نزلش. انا لحد دلوقتي لحد ما بسجل لكم الفيديو ما كنتش لسه خرجت من البيت خالص خالص، فما اعرفش والله ايه اللي بيحصل في الدنيا، غير بس ان بالليل احيانا الدنيا بتبقى زحمه عندي، بسمع صوت عربيات وناس كتير ومش عارفه ايه وكده في الشارع، بس مش ببقى برضو عارفه يعني بره بيحصل ايه، وسط البلد على البحر الكلام ده كله. بس انا بحس ان دايما العيد الكبير او عيد الاضحى بيبقى الحيويه فيه اكتر في الشوارع وكده، على عكس عيد الفطر بتبقى الناس مقضيها نوم وقعد في البيت وخمول ومش عارفه ايه وكده. عيد الاضحى لا ما شاء الله يعني بيبقى فيه حيويه اكتر وتفاعل اكتر مع الشوارع والاماكن والخروج واماكن الخروج وكده. وغير كده كمان انا حسيت ان العيد ده بالذات الاجازه عدت فيه بسرعه جدا جدا، يعني يمكن عيد الفطر طولنا شويه او الايام كانت اكتر يمكن برضو، بس العيد ده حسيت الايام عدت بسرعه قوي قوي قوي، بالذات كمان تالت يوم العيد ده كان يوم جمعه، فانا اصلا ما كنتش حاسبه الايام بالنهارده ايه غير ان هو عيد، فكان بالنسبه لي النهارده تالت يوم بس يوم ايه مش فاكره، يعني حتى صلاه الظهر لما اذنت اتفاجئت انها جمعه، فقلت فعلا ده النهارده الجمعه لما حسبتها بالعقل كده. ففعلا يعني سبحان الله الايام عدت بسرعه والاجازه تحسها كده خلصت بسرعه جدا، بس الحمد لله رب العالمين يعني ادينا برضو استمتعنا والعيد عدى، وربنا يا رب يديمها علينا نعمه كده ويجعلها يجعل ايامنا كلها عيد يا رب. المهم كانت اخر حاجه فاضله لي ان انا اكنس بالمكنسه. عايزه اقول لكم ان انا لما جيت نظفت التنظيفه العميقه بقى وكنست وسيقت وعملت كل اللي قلت لكم عليه، استخدمت طبعا المكنسه اللي هي بوش الكبيره عشان بتستحمل معايا شويه وبتبقى ما شاء الله حجمها كبير، فبتستوعب التانك بتاعها كميه اتسخات كتيره وحاجات من دي، بشفط بيها الميه الزياده اللي بتبقى في الارض مطرح المسح والتسييق، وكمان بكنس بيها الارض الاول قبل ما قبلها فبشيل منها الاتربه من كل مكان، بتستحمل يعني بصراحه الموتور ما شاء الله بتاعها قوي. اما اللي في ايديا دي اللي هي سكاني بصراحه هي حلوه قوي، بس عايزه اولا تنظيفات بسيطه مش عايزه استهلاك فظيع، عايزه حاجه تكون وقعت منك دلوقتي فهتلحقيها بالمكنسه بصراحه في مكان يعني مساحته مش كبيره فهتنجزك جدا جدا. فكل حاجه لو عرفنا استخدامها ايه فعلا وظفناها صح هنعرف نحافظ عليها ونستخدمها يعني اكفى استخدام. فانا كان بس فاضلي ان انا يعني امشي على السجاد بس ماشيه بسيطه جدا، فده اللي انا عملته بالمكنسه البسيطه دي. كنت هروح لسه اجيب بوش بس افتكرت يعني ان الموضوع مش مستاهل، لان كمان بخاف على الموتور بتاع سكاني اللي في ايديا دي ان هو يسخن بزياده، فاول ما بحس ان هي سخنت لان الموتور بيبقى جنب ايديا كده اللي انتوا شايفينه ده بوقف على طول بسيبها ترتاح. فحتى الفاصل اللي ما بين تنظيف الكنب والارض كان في فاصل التلميع بتاع الازاز والمرايات والحاجات دي، فكانت ارتاحت برضو والموتور بتاعها هدى شويه. كان في منديل واقع على الارض ما رضيتش اشوطها بيه عشان برضو ما احملش عليها، لكن في العموم يعني هي بصراحه بتنظف حلو جدا. وقبل كده في قرفه بودره وقعت مني على الارض كنستها بيها، بس عايزه اقول لكم على حاجه، الحاجات البودره بالذات حاولوا ان انتوا تبعدوا عن المكنسه الكهرباء في شفطها ايا كان نوعها ايه. البودره بتاثر على احيانا الموتور، يعني من كتر ما البودره بتبقى ناعمه جدا ساعات بتدخل ليها اثر على الموتور نفسه، فحاولوا ان انتوا تتجنبوا الحاجات البودره الناعمه ان انتوا تكنسوها بالمكنسه الكهرباء، يعني اتعبوا فيها شويه وكنسوها بالمكنسه العاديه، لان قعدت فتره المكنسه ريحتها قرفه فاهمين ازاي، ما اتخلصتش منها غير لما فكيت الفلتر بتاعها وغسلته تحت الميه ونشف تماما في يوم ولا حاجه ورجعت ركبته تاني. فبرضو خدوا بالكم من الحاجات البسيطه دي، لان فعلا لا قدر الله ممكن كفاءه الموتور تقل بسبب ان اي حاجه بودره قوي قوي دخلت فيه فاثرت على كفاءته.
وطبعا ان شاء الله باذن الله انا مش ناسي خالص ان انتوا طالبين مني ريفيو عن المكنسه. باذن الله باذن الله هحاول اعمله والله في اقرب وقت. جالي تعليق قبل العيد عايزين ريفيو ضروري عن المكنسه، ويا ريت اليومين دول والله فعلا هو في بالي، بس كان صعب قوي ان انا افكر فيه في وقت العيد، هيبقى يعني صعب انتوا فاهمين يعني العيد وكده. فقلت ان شاء الله باذن الله هحطه في بالي من ضمن الفيديوهات اللي ان شاء الله هحاول انجزها في القريب العاجل جدا يعني ان شاء الله، لان فعلا مكنسه عمليه جدا. ومن ضمن الحاجات اللي اسعارها للاسف بتزيد كتير هي الاجهزه، يعني مؤخرا الاجهزه بقت تزيد بفترات قريبه جدا. كان الاول على فترات متباعده لما حاجه من الاجهزه الكهربائيه تزيد في سعرها، دلوقتي بقت تزيد بطريقه صعبه صعبه سبحان الله، يعني ربنا يعافينا جميعا. فالمهم ابتديت افرش بقى خلاص كده، انا فاضل لي بس ان انا احط الحاجه في مكانها بعد ما لمعت الحمد لله وكنست الارض وكله تمام. ابتديت بقى ان انا احط كل حاجه، حطيت هنا المناديل كمان في مكانها، وحطيت الفازه بتاعه الزرع دي في مكانها هنا برضو، غيرت يعني مكانها، كانت في صينيه الصالون. بس عايزه اقول لكم الصواني المرايه بتاعه الصالون دي عايزه اشيلها لان مسك بقت طولها، ف حاسه ان هما هيبقوا قريب على الارض ربنا يسترها يعني. فعايزه اشيلهم عشان هي كمان ما تتأذاش ده اولا يعني، وعشان احافظ على حاجه بصراحه. الواحد يعني حاجاتي بقت غاليه جدا جدا دلوقتي، واسعارها بقت صعبه قوي مبالغ فيها، فالواحد يعني يحافظ على حاجه احسن. رجعت كمان هنا على الجزامه اعزكم الله، حطيت الاباجوره دي، وحطيت كمان الفازه العسلي دي، والسفره بصراحه هحط لها الطبق الفاكهه اللي انا كنت لسه شارياه معاكم في مشتريات امازون. حاجه هاديه كده وجميل قوي وخفيف وكيوت جدا، بس كمان حاساه شيك وجميل، بس هو حجمه صغير شويه يعني، هو مش الكبير الكافي اللي هو يتحط فيه كذا نوع فاكهه، بس هو كديكور حلو. فرشت المفرش الحلو ده، انا في العاده ما فرشتش بقى في الصيف مفارش بصراحه، الجو حر ما رضيتش افرش اي حاجه غير على السفره عشان بس احافظ على نظافه البيت. وكمان بصراحه بحس ان المفارش بتدي دفى للبيت كده وجو حلو بيتوتي كده، بس في الصيف مش قوي يعني بصراحه، بحس ان المفارش اكتر بحسها في الشتاء، بس ده خفيف وكده تحسه شفاف وطول في نفسه، فقلت هو انسب حاجه لحر الصيف ان انا ما تقلش واحط حاجات تقيله. ده الطبق اللي بقول لكم عليه وريته لكم قبل كده، فانا كنت عايزه الف عليه المفرش، مسك كانت في ايديا مش عارفه اعملها بايد واحده، والمفرش مش عارفه اعمله ما بيتحركش كده ليه من على السفره. المهم يعني حاولت اعمل له شكل دوران، في الاخر ما سالت لي شكله مش حلو، رجع المفرش تاني زي ما هو فقلت لها خلاص يبقى اعملي اللي انت عايزاه بقى. بس خدي بقى كده الجوله في الريسبشن بعد ما نظفته وروقته ورجعت كل حاجه مكانها ولمعت، كان التراب بصراحه عامل لي اعصابي اللي على البوفيه والجزامه والحاجات دي، فرجعت كل حاجه مكانها ولمعت، والحاجات دي بسيطه جدا بس بصراحه بتدي راحه نفسيه. عايز اقول لكم ان انا شايله بوكس العده الرجالي ده تحت الكنب، عشان كده ممكن تلقوا لي خيال ولا ظل كده، هو بوكس كبير انا كنت شارياه مخصوص للحاجات دي، مفكات بقى والمسامير والمش عارفه ايه والشاكوش والحاجات دي كلها ملهاش مكان بقى بصراحه في غرفه النوم، فحطاه في بوكس كده بعجل تحت الكنب بحيث ان هو يتجر ناخد اللي احنا عايزينه ونرجعه تاني زي ما كان. ممكن يكون باين بس انا هحاول ارجعه كده يلمس الحيطه اكتر. بس هو ده كده كان الشكل النهائي، يا رب يكون عجبكم. وولعت بخور وخليت مروان يعمل لي قهوه في مكنه القهوه، وقعدت كده شويه، بعد كده قمت عشان اعمل للولاد دونات. ماسه كانت طالبه بصراحه بقالها كتير، وهي قلت لها حاضر هعمله لك، حتى هي بتحب كل فتره ننوع، مره نعمله في الجهاز بتاع جانو 7 في 1، واحيانا بنحب نعمل الدونات العادي خالص الطريقه التقليديه بتاعته. فكل اللي انا عملته ان انا حضرت دقيق وحضرت كمان لبن وخميره وبيضه وشويه زبده وملح وفانيليا وسكر، طبعا سكر برضو حاجه بسيطه قوي. الكميه اللي انا بعملها في الدونت لما بعجنه على ايديا بتبقى قليله جدا، تقريبا 2 كوباية من الدقيق او 2.25 كوباية على حسب ما بياخد معايا العجن، وباكو خميره فوريه وكمان 1.25 كوباية من اللبن، لبن دافي كده يكوني مدفياه عشان بس الخميره تشتغل على طول معاكي، وشويه الفانيليا عشان البيضه اللي احنا هنستخدمها، و1/4 كوباية من الزبده. بس الزبده بصراحه في العجينه دي بتبقى احلى كتير من الزيت، عشان بس تديكي ريحه حلوه للعجين وقوام حلو للدونت، وتقدري تقليه وتقدري تخبزيه. انا بصراحه هعمله في القلايه الهوائيه، جزء منه في القلايه وجزء تاني هقليه عشان اخلص كنت عايزه اخلص بصراحه، مش عايزه يعني استنى دورين من القلايه، فقلت هشغل الاتنين مع بعض، جزء بيتقلى وجزء في القلايه الهوائيه. المهم يعني حطيت الخميره على الدقيق، وحطيت كمان رشه ملح، وحطيت 2 كبار من السكر، المعلقه دي عشان صغيره حطيت منها 4،
هقلب المكونات الجافة دي مع بعض كده، وفي الاخر هقوم حاطة البيضة واللبن والفانيليا والزبدة. الزبدة كنت مسخناها في الميكرويف عشان تسيح، وممكن تستخدميها لو هي في حرارة المطبخ استخدميها كده زي ما هي. البيضة هنا ما تقلقوش خالص، مش بيبان اي زفارة ليها نهائي. بتحطي معاها الفانيليا، وممكن تحطي كمان بشر برتقان لو انت مش عايزة تحطي فانيليا، ممكن كمان تحطي معلقة صغيرة من الخل، بتضيع الزفارة خالص، فزي ما انت عايزة. بس هي كبيضة ما بيبانش اثرها خالص، يعني الطعم القوي اللي انتوا ممكن تخافوا منه. حطيت كمان الزبدة، الزبدة كانت دافية فكانت يعني هتخمر معايا العجينة كويس، لان اللبن ما كنتش بستخدمه دافي بصراحة. وابتديت اعجن بايديا، يعني الحاجات البسيطة دي بقيت اكسل اشغل العجان عليها، فبقيت اعجنها كده على ايدي سريعا احسن يعني من اللخمة اللي انا بلخمها لنفسي بالعجان الكبير وخلاص. ما خدتش مني وقت خالص اول، بس ما حسيت ان العجين لسه ملزق حاجة بسيطة في ايديا، حطيت عليه قد معلقتين كبار من الدقيق ولقيتها لمت على طول معايا. الزبده اللي انا استخدمتها على فكره النهارده ما هياش الزبده الفرن او الزبده الصفراء بتاعه السوبر ماركت، انا استخدمت زبده صفراء اللي هي بتاعه الفلاحين، زبده بقري اللي هي بتتسيح تبقى سمنه، فعادي خالص استخدموا اللي انتوا عايزينه. ممكن تستخدموا سمنه برضو مش هيجرى حاجه. عايزه اقول لكم انا كنت بتكلم في التليفون مع ماما وكده او مع اختي قصدي، فخلصت معاها وكنت شغاله في نفس الوقت. بصراحه ما بحبش يعني امسك التليفون وافضل قاعده في مكاني بتكلم وكل حاجه واسال على كل حبايبي، بس ببقى شغاله يعني عشان ما اعطلش نفسي. خلاص عجنت العجينه كويس ولميتها كده وغطيتها عشان تخمر على جنب. الاكل بقى النهارده كنت حاطاه على النار اصلا، يعني بنعمل فته، انتوا عارفين العيد بقى وفته متكرره لا تنتهي، ربنا يديمها نعمه يا رب. تعالوا بقى عايزه اوريكم الهديه اللي جات لي الحلوه دي، جات لي يوم الوقفه من حبيبه قلبي منال. تعالوا بقى نشوف فيها ايه. بصوا اول حاجه منال جايبها لي، منال حد من متابعيني، عايزه اقول لكم يعني ربنا يبارك لي فيكم يا رب جميعا. وعندها جروب كمان حلو كده وصغنن على الواتساب، فبعتت لي الحاجات الحلوه دي من على الجروب. دي مبدئيا قطعت الدونت، عايزه افتحها بس عشان مسك شبطانه فيها. هي قطعه بصوا بلاستيك وفيها الفتحه اللي في النص بتاعه الدونت، تمام. انا مش عارفه اوريها لكم ازاي لان مسك خدتها خلاص، فهي بتقطع الدونت. هستخدمها دلوقتي طبعا لان انا خلاص خمرت العجينه اهي. دي هعمل الدونت ان شاء الله في القلايه الهوائيه، لان ماسه بتحب شبطت في اللعبه في الكيسه، لان ماسه بتحب الدونت اللي في القلايه قوي. تعالي يا كوكو استني، طب هاتي نفضيها اهو اهو. يلا تعالوا نشوف في ايه تاني. بصوا بقى هي كلها حاجات عملية وحلوة قوي قوي قوي. بصوا دي اداة كده لتسليك الاحواض او اي حاجة تكون في الصرف يعني يكون المسدود. بصوا هي بتبقى زي انابيب كده رفيعة قوي، بتتحط في الصرف نفسه، يعني بصوا كده في الحوض نفسه في فتحة الصرف لو هو مسدود. بصوا هي كده بتدخل وتفضل واقفة في المكان ده. بص بقى اللي انا خدت بالي منه ان كل واحدة ليها تاريخ، يعني هما 12 واحدة تقريبا ب 12 شهر، فكل شهر المفروض تحطي واحدة في فتحة الصرف اللي انتي بتحسي انها بتتسد على طول منك، تمام كده. فدي برضو من الحاجات اللي حاساها عملية جدا، ويا رب ان شاء الله تجيب معايا نتيجة. انتوا عارفين دايما حوض المطبخ عندي بيبقى قابل للانسداد طول الوقت. بصوا بقى تاني حاجة من الحاجات العملية وهي الأكياس دي. دي بتبقى زي الأكياس البلاستيك بس بيبقى ليها أستك داير ما يدور تغلفي بيها الأطباق لما الأكل منك يفيض، فحلوة قوي. بص بقى ما شاء الله يعني فيها كمية رهيبة من الأكياس، كتير جدا جدا جدا، ويعني قابلة لأن هي تتمط أكتر بحيث أنها تاخد طبق كبير طبق صغير سلطانية حتى. أهو بصوا بصوا فكرتها عاملة زي، فكت لكم واحد عشان تشوفوه. شايفين في استك من تحت كده عشان يبقى مقفول على الطبق او على البوله او السلطانيه اللي انت شايفه فيه الاكل، فما شاء الله شكلهم كتير جدا وعمليه قوي قوي. الحاجه الاخيره بقى اللي انا حبيتها جدا 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 وبجد كنت بدور عليها، وهي الورق الزبده بتاع القلايات الهوائيه. بصوا بقى الجمال ده، حاجة كده تحفة، وبتحافظ على نظافة القلاية ونفس الحجم بتاعها، بدل ما بنفضل نقص في ورق الزبدة وفي الاخر برضو ما بيبقاش نفس الشكل بتاع الحلة بتاعت القلاية. دي بتبقى اطباق بالشكل ده كده، هوريها لكم. كل قطعة بتتفرش بيها القلاية في استخدام مرة واحدة، يعني مش بيعاد استخدامها ولا حاجة، بس
بتوفر لك في غسيل القلاية، يعني انتي بتستخدمي فيها حاجة مدهنينة قوي، ثواني كده اهي، لو بتستخدمي في حاجة فيها دهون كتير وممكن تبهدل لك القلاية وجسمها وكده. بصوا بقى الزبدة، ورق زبدة حلو قوي، شايفين واخد شكل الحلة من تحت. هقول لكم دي فيها كام قطعة، ايوة اهو بصوا 50 قطعة، وده المقاس بتاعهم، لان في منها مقاسات، خلي بالكم في منها مقاسات، بس بيتهيألي ده المقاس اللي بيبقى شائع اكتر او اللي بيتباع بكميات اكتر في اي مكان. الحاجات دي كنت بشوفها على الجروبات الاونلاين والحاجات دي والانستجرام، وكنت عايزة اطلب منهم، بس طلبت على فكرة فعلا من امازون، بس ما جاليش مع الاوردر خالص، مش عارفة ليه برضو ايه السبب. فكويس بقى ان هي جات لي اهي، بصراحه يعني هستخدمها معاكم كمان النهارده في الدونت، وان شاء الله باذن الله تطلع حلوه وعمليه. دي كده كانت اخر حاجه معايا من الهدايا بتاعت منال. ربنا يبارك لي فيك يا منال يا رب، ويبارك في عمركم جميعا. اشكرك بشده يا منال. عايزه اقول لكم منال جات لي لحد عندي هنا، وحطيت لي الحاجه في السبت كمان، ومشيت يوم الوقف. ربنا يبارك فيك يا رب، ويا رب تكوني قضيتي اجازه سعيده في اسكندريه. بعد ما خلصت ووريتكم الحاجه، بصوا بقى لقيت العجينه ما شاء الله خمرت، ما خدتش مني وقت خالص، الجو حر انتوا عارفين، رغم ان انا فاتحه المروحه والله في المطبخ طول ما انا واقفه، بس برضو خمرت الحمد لله حلوه قوي. بصوا كمان عملت قبه كده من الكيس التغليف، فخلاص قوي كده كفايه جدا. اخدتها قسمتها على نصين، النص الاولاني هو اللي ابتديت اشكل بيه، عملت معايا تقريبا الكميه اللي انا وريتها لكم دي، هتشوفوا تقريبا عملت معايا 12 قطعة او 10 حاجة زي كده، بس هعدهم معاكم تاني عشان برضو ابقى متأكدة. النص الاولاني ده طلع لي ما شاء الله بتاع 6، وجزء التاني 6 برضو على فكرة. اهم حاجة بس انا بفردها مش فردة تخينة ولا رفيعة، يعني ما تبقاش رفيعة قوي عشان تقب كده وتبقى معاكي حلوة وتديكي سمكة حلوة للدونت، ولا تبقى تخينة جدا بحيث انها تبقى يعني عاملة زي الساندويتش الكايزر. القطعه طلعت حلوه جدا، طبعا انا غسلتها الاول ونشفتها كويس عشان ما تلزقش في العجين، وبس كده. بصوا القطعه حلوه قوي دي، القلايه انا شلت منها الحله اللي هي الشبكه، وحطيت فيها ورقه الزبده، بس طبعا فردتها لان لما بنشيل الشبكه بتبقى الحجم الحله كبير، ففردت الورقه وحرشها رشه زيت عشان برضو اضمن ان الدونت ما يلزقش فيها، وهبدا ارص بقى الدونت، حتى كمان هيخمر ان شاء الله معاها في نفس الحله، مش هنقله ولا حاجه تاني، يخمر ويستوى في نفس المكان. هخلص الكميه من القطعه اللي في ايديا دي، هيعملوا معايا 3 قطع تانيين، وبرده هرصهم في القلايه، والجزء التاني من العجين هو ده اللي انا هقليه في الزيت العادي خالص. على فكره ممكن برده تخبزوا الدونت في الفرن، مش شرط خالص ان انتوا تستخدموا القلايه الهوائيه، بس هي عشان حجمها مناسب للكمية فانا شغلتها، يعني هيبقى صعب عليا شوية ان انا افتح الفرن على كام قطعة دونت وخلاص. اهم دي الكمية اللي القلاية اخدتهم، والباقي انا هقليه في الزيت على مبدأ اشكل الكمية دي تكون اللي في القلاية خمرت. لازم الدونت يخمر مرتين، المرة الاولانية في العجينة الاساسية، والمرة التانية وانتي شكلتيه، بعد ما تشكليه غطيه كده بقماشة خفيفة خالص وسيبيه يخمر للمرة التانية، اوعي تقليه وبعد التقطيع على طول. بصوا بعد التخمير ما شاء الله بيعلى ازاي، بيبقى تحفة، يعني بيعلى بجد. قلت بصراحة نتغدى الاول بعد كده ارجع اسويه، لان مثلا لو شفيته اتخبز ممكن تاكل منه وما تتغداش، فغرفت لينا احنا الفتة، ومسك كمان عطيت لها رز على شوربة، وقلت هقطع لها لحمة صغيرة قوي واحنا بناكل، اما ماسة بقى بتاكل رز وشوربة وعيش زي ما وريتكم قبل كده. بس بعد الغدا بقى الحمد لله جيت ابص تاني على الخميرة العجينة قصدي، لقيتها خمرت ما شاء الله يعني اكتر، فبتعلى جدا يعني ما شاء الله، بتبقى حلوة قوي قوي. الكميه اللي على اليمين دي اللي في القلايه، والتانية اللي انا هقليها في الزيت. دخلت القلايه، انا بظبط القلايه على درجه حراره الخبيز، في برنامج بتاع مخبوزات كده مرسوم عليه كب كيك بدخلها عليه، او بمعنى اصح بتبقى درجه الحراره 160. 160 مناسب جدا جدا ان انتوا تخبزوا عليها، بتبقى هاديه وبتطلع المخبوزات مستويه ومظبوطه جدا من جوه. الزيت بقى هنا كان طبعا لازم يبقى غزير وسخن، وابتديت انزل فيه قطعه قطعه، ولازم تبقي واقفه لهم لان بتلون بسرعه جدا، معظم العجينه بتاعت الدونت بتبقى هوا، فمجرد بس ما بتاخد لون من بره هتلاقيها غمقت معاكي بسرعه جدا، فتبقي لحقاها كده تطلعي واحده ورا التانية. انا بطلعها في مصفى تحتيها طبق عشان بس المنديل ما يطريهاش.
لما بتأكد انها خدت لون من كل الجهات باخد اللي اتلونت وانزل غيرها. هي مجرد ما بتلون خلاص استوت، فما تحاوليش ان انت تسيبيها فترة كبيرة بحيث انها تستوي من جوه، هي بتكون استوت فعلا. بنزل غيرها وهكذا لحد ما بخلص الكمية. وهقولكم في الاخر عملت معايا كمية قد ايه، هوريكم الكمية كلها مع بعضها في الاخر. طبعا تقدري تطلعيها على سكر او سكر وقرفة، او ممكن كمان تعمليها بشوكولاتة زي ما انت عايزة. يعني التزيين بيبقى على حسب الرغبة. انا بصراحة بسيب جزء منها سادة خالص، الولاد ممكن ياكلوه كسادة وممكن كمان يزينوهم بقى بطريقتهم. زي ما انت شايفين هي طلعت معايا 13 قطعة، 6 و7، تمام 13 قطعة بالظبط. وفي كورة كده طلعت معايا برضو في الاخر اللي اتبقت من العجين. سيحت هنا مكعب شوكولاتة وحطيت عليه شوية زيت، زيت نباتي ما يكونش ليه ريحة ولا طعم، يدوب بس قلبتهم مع بعض كده عشان ازين بيه الدونت. وما زينتش الكمية كلها بصراحة زي ما قلت لكم برضو، فعلى حسب بقى رغبة كل واحد بيحب يعمل ايه يعملها. بس هو من الحاجات الحلوة جدا، ولو عملتي كمية وحسيتيها زيادة عليكي شيليها على طول في الديب فريزر بعد ما تكون بردت من السخونية اللي فيها، شيليها على طول وهتعيش معاكي حلوة قوي. الاولانية اللي انا وريت لكم كانت مقلية، ودي كانت مخبوزة. المخبوزة طعمها تحفة تحفة والله بجد تحفة، جربوها. على فكرة المقلية طعمها حلو قوي برضو، بس المخبوزة خفيفة جدا وتحسوا ان هي فعلا دونت، طعمها حلو وما فيهاش اي حاجة يعني تضايق. يعني الناس دايما واخده فكره ان الحاجات الصحيه مش لذيذه، بس فعلا والله طعمها حلو جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده واستفدتوا منه ولو بشيء بسيط. ما تنسونيش من صالح دعائكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني. مع الف سلامه يا حبايب قلبي.